وكنشكركم على تنمية الطرف ديالكم. ألقينا الإقليم، ألقينا مدينة السردان والمنتاج بأقل. بأقل تجربة الشركة. ولكن احنا ما خدمناش الشركة. احنا خدمنا الإقليم وخدمنا الساكنة. ما بقيناش نتاعو في الأخطاء اللي غلطنا قبل. اللي كان فيه الأسد. النظر اللي كيهضر عليه في المغرب كامل. نظر مسخ. المهاجرين اللي جاو من الخارج للأسف الشديد ما عجبهمش الحال، لأن النظر ما عمري ما جاز هذه المرحلة ديال الأوساخ داخل المدينة ماشي خارج المدينة. ولكن ما بغيناش نكرروا هذا الأخطاء وقمنا بالواجب ديالنا وتكبسنا وهاد الثمار لازم يمر ما نعصناش. واحد المده ديال اسبوع وحنا كنخدمو ليل ونهار وكنصبرو بنود العائله، رغم انها كنقولهم صافي كنتكبتو، لكن كنصبروهم على وجه الاقليم وعلى وجه السلطات المحليه اللي داخلين التقا. وكما قلنا الاخوان هذا عهد، عهدنا بها انفسنا وعهدنا بها الساكنه وعهدنا بها السلطات المحليه لأننا لا نرجع إلى الوراء أبدا، والنظر غادي يتكب بك. هذا هو المثال اللي باغي نوصل لكم. لكن كما كنقول دائما غادي خصنا واحد الحاجة باش نوصلو، عرفتوا شنو هو؟ خصنا التواصل، التواصل ما بين الشركة وليد العاملة والسلطات المحلية. إذا كان التواصل وجدنا يد بيد غادي نوصلو. ولكن حتى السلطه خصها تشوف بلادها لاننا كنمروا بامتحان. حنا اليوم لنا هذا خدمنا 15 يوم مازال ما خدمنا 3 يوم باش نمشيو نخدمو. للاسف ما كناش كنتمناو هاد الشركه تكون بهذا الشكل. حنا كنا كنتمناو ان حنا نعطيو الخدمه ديالنا، نعاونو، نتكلفو، نخدمو. ولكن حتى الشركات خصهم يشوفوا البلاد ديالنا ويشوفوا البلاد الحريه كيفاش كيشتغلوا. حنا الاحتلال مازال كنعانيو بالنخب باش نمشي نخدم. ولكن كما أقول لكم إخواني، حنا راه كنشوفو فيكم جايين، سواء اللي كيخدم في نينسا أو كيخدم في سردان أو كيخدم في أي بلاصة، إلا والنقص النقبي، هاد الوجوه اللي كيصير عند نينسا، ما نعسناش واحد المنتج أسبوع وحنا كنرحبو فيكم، ولكن قلت لكم عمال 100%، هذا كنعترفو بهاد الشيء، ولكن كما قلنا لكم انه الشركات احنا يعني صراحه البدايه يكون عندنا مشكل ديال الترانسبور في البدايه مثلا نبداو مثلا حتى المطريه ديالهم ما جاش ولا عندنا مشكل ديال النقل. نحن لا نرضى بهذا لان احنا وعدنا الساكنه وعدنا السلطات المحليه وعدنا حتى الشركات باننا باش نتعاملوا معاهم بالروح بكل المجهودات ديالنا. ولكن لا يمكن اللي كان عطلان تعطل وطلبوا السيادة بالوحدة والتضامن الرئيس مجموعه اللي
ضمن واحد الشاحنة اللي كانت يقلوا فيها المنتهدين، ولكن هذا لا يعني أنه حد، لأن نحن لا نريد الحل الترقيعي، نحن نريد الحل النهائي. ولات هذه الشركة ديال السويس، وأقولها بكل صراحة، وأنا لا أنسى أحد، خصهم يعرفوا أنهم هما وعدونا وعدوا ولهذا أقول لكم وأنا دائما ضد أننا نوقفوا أو ضد أننا نديروا شي مشكل الساكنة أو السلطة، ولكن خصهم يحلونا المشكل قبل ما ندخلوا في نظام آخر، لأن هنا نضالات هاد 15 يوم أو 20 يوم وحنا صابرين كنقولوا أنهم عندهم انتظارات، حنا ما كاين باس، خدمنا أكثر من جهد ما كاين باس، الخدام صبر واشتغل بأي حاجة ما كاين باس، ولكن ما يمسوناش المكتسبات ديالنا، يحترموا لينا المكتسبات ديالنا ويجيو يجلسوا معنا ويديروا معنا الاتفاقيه ونوصلوا للحلول ويساعدوا شويه هذه الدوريه باش يكون الانتاج اكثر ويكون الفضل له ولنا وللسلطه وللسكينه. لان انا اعترف ان هناك مشاكل، لكن دوك المشاكل اللي غادي نهضروا عليها حنا ما مولفناش، اياه ما مولفناش، كنخدموا هاد الخدمه اللي كيخدموا هاد الشركات، انا اعترف بها، ولكن نظام منا ومساعده منا للشركات صابرين، قلنا ما كاين باس. وكذلك الاخوان لما كنقولوا انه كاين الديبارات بمعنى انه كانت بدايه، لا بد غادي يتقاسوا شويه، لا بد غادي يتمحوا شويه، لان الشركه ما كديرش الثقه حتى بالبروغرام اللي عندها، لان عندها واحد البروغرام، واحد البروغرام اللي خدمت بها الشركه السابقه مده 7 سنوات، ما عجبهاش هذاك البروغرام، باش توصل البروغرام اللي غادي يواتيها هي او يواتي الاقليم، فخصها عده من التجارب، خصها تجرب كم يمكن يجيب 16 طن. يعني ما احنا ما كانش عندنا هاد الشاحنات الكبرى، كان عندنا الشاحنات اللي كتهز 7 أو 8 طن، ودابا عندهم شاحنات كبرى اللي كتهز 16 طن و15 طن، فهذا حتى هذا جديد علينا، هادشي جديد علينا فعلا، ولكن هما خصهم يجربوا، باش هما يجربوا خصنا نصبروا، لأن احنا عارفين بعض الخطط اللي كدار حاليا ربما ما غادي تصدق، ولكن احنا ما غاديش ندخلوا في الخدمة ديالو، لأن أول ما تدخل في الخدمة ديالو غادي يبقى يشير ليك، يقول لك أنت هو السبب، احنا ما بغيناش نكونوا سبب، احنا رجعنا للور وخلينا الشركتين كيتمشاو كيديروا البروغرام ديالهم كيجربوا التجارب ديالهم، ما كاين باس، احنا كنصبروا باش ما يهمش علينا الدور، وحنا كذلك اللي كيهمنا كلشي في هذا الشيء هذا هو نظافة الإقليم، نظافة الإقليم وعدم المس بداك الشيء اللي كان عندنا في الشركه السابقه، لانه ما وعدونا ذاك الشيء، وعدونا انه المكتسبات ديالنا ما غيكونش حتى وعد يعني كذا وغيكون خير اكثر، حنا كنتفائلوا خير وكنتظروا هذا الخير، وانتم كما قلنا لكم عليكم شويه الصبر، لانه هذه التجربه اللي خداوها مؤخرا يمكن غادي يتمحلوا ما رضوش بها، لان غدا كتهضر في الكاميون غيقولوا لك تكتب في الشطابه، هذه كلها تجارب كيقول لها غادي يجربوا، وحنا ملي كنوضوا في الصباح كنمشيو للوجهه ديالنا او كنت الدار الا كنمشيو نخدموا، حنا خدامه ديال اللي كيخدموا فيه، ما خافوش من هذا الشيء هذا، وانتم مرت عليكم عده ديماراجات ماشي اول مره، باش تولي انت ما تخافوا من الخدمه، حنا كنعترفوا بكم انكم انتم عمال كتستحقوا كل خير، حنا كنقولها لكم كل فرق، ولكن نصبروا لهذا التجارب، نصبروا لهذا التجارب، خليهم يصبروا، عطيوهم الحريه، كاين امور اخرى ديال الناس ديال النكلاسه كيقول لك كياخذ من هنا كيقول لك فعلا يا اخي انا غياخذك من هنا ويدير لك هنا، لان هاد الناس هادو اللي جاو يخدموا هاد الشركات هادو اللي جاو يخدموا خاصه كازا تيفرين دخلوا لهم شي سيكتورات ديال النكلاسه اللي ما كانش في الشركه السابقه باش يجيبوا الخدام الجديد ما عندهمش الخبره، انا ما
ما تنساش بلاتكم راه عندكم خبره. انا ماشي غير اجي نخدم، انا الخدمه اللي غدير انت ما غايديروش في الدار اللي جا جديد. انت راك عارف كيفاش غتمشى مع الميكراسه ديالك، وعارف كيفاش غتمشى مع الشعيره ديالك. هذه خبره نحن نعتزوا بها. هما الان كيطلبوا على فين كاين النفايات بزاف باش ياخذوا. كانوا كيخدم تما واحد الشخص، داك الشخص ما غاديش يقدر، كياخذوا 15 او 16 كيجيو كيحيدوا حتى اللي كانوا يشوفوا. هذا راه فضل من الله اللي ما كيقدر. هذا خصنا عندنا الحق. والنهار اللي غادي تسكتوا في الخدمه غادي يقضيو على هذه النفايات اللي كانت قديمه في وقت الشركه السابقه. ديك الساعه غادي يتمشى كل واحد يمشي للسيكتور ديالو. ديك الساعة غادي نخدمو ترونكيل، لأن إلى 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 غمرنا واحد الشهر ديال العمل وذكر في الصلاة وكذا وتصحنا وكذا، ولكن غيجي وغادي نخدمو الخاطر ديالنا. واللي ما كتنساش ما خصكش تنساو، حنا ما نسمعو حتى شي واحد، سواء من كازا تكنيك أو من سويس، نحن نتكلم بالأمانة اليوم باتحاد من الجنسو. كيف شركة السوان؟ أهلا سرغان بنسا ناطر، نحن متحدون ولله إلى نسلم شي واحد فلا غادي عندكم لنا على الفيلا النظر للبنسا. ما نسلم حتى شي واحد باش تكونوا هادين وتخدموا الخدمة ديالكم مطمئنين، والمكتسبة ديالنا ما كانش غير نسلم. ونتمناو إن شاء الله تكون شوية زيادة باش نتهناو كامل. أما كاين الإخوان اللي كانوا ما عندهمش العقدة مع الشركة السابقة، خايفين على المصير ديالهم، وحنا كنوعدكم أنه ما كنشوفوه، أنه الكونترا ديالكم غادي تطيح، ولكن كيف كنا حنا ماشي كيف هما، لأن دار لهم واحد الكونترا أو كما نقولوا الفردية، العقدة ديال العمل، حنا ما فهمناهاش. كيقول لك فيها انا كندير لك عقده ديال العمل ديال مده ديال 6 شهور، وديك 6 شهور الا بغيتو ديك الصحراء ولا الاكادير ولا ما نعرف فين يديك. حنا ولات بضاعه، حنا كنخطوها الطلب، حنا خدامين للنادو. جيتي للنادو غادير عقده خاصك للنادو، ما تدوزيش ما كتبعيش. إذن مرفوض. ثانيا قال لك اسيدي انا ما تفهمناش انا وياك في العقدة، ودعيتي لي ولا دعيت خصك تجي تعي في الدار وكذا. واش انا اللي جاي عندك ولا انت اللي جاي عندي؟ حنا لهنا خطرها باش نمشيو معاك كيما حكي، لان حنا الامنية ديالنا صالحة، الامنية ديالنا صايدة، حنا ما بغينا نمشيو حتى مع روحك كيما حكي، ولكن لا قدر الله ومشيت معاك كيما حكي تحاكم معاك على النادو. ما نجيش عندي الدار البيضاء، انت ساكن في الدار البيضاء ولا ساكن في النادو؟ انا في النادو تحاكمني هنا وتحاكمو هنا. هذا الشرط الثاني اللي دايرين في الكونترا، ها الكونترا ماشي كما هضرت، ها الكونترا ديورها ها هي لا، لكن حنا غنرفضوها طبعا، رافضين هاد الكونترا هاد. ما كاين لا باش دير لي انت الكونترا ونتحاكم معاك انا في الدار البيضاء، ولا دير لي كونترا باش نبقى انا نمشي حتى تخدم لي انت الاكادير باش تاكل لي ديك المنظر في الطريق. لا يروح على الاخوان، وكيما كنقولوا هاد الشركتين هادو حنا راه ماشي اول مره غنجيو نخدمو في هاد الميدان باش تجي تضحك علينا. حنا راه اقل فينا خدمه 16 عام، يمشيو معنا في الصفار، يمشيو معنا في المعقول، ويخدموا معنا في المعقول، لان غنلقاونا حنا اهل المعقول كما كنا كنخدموا سابقا. وكما نقول لكم الاخوان هادو بينوا على شغليه، يعني كيقول لك فيها على النقاط اللي غادي يغرق فيها. فاذا انا كنتاسف، كنتاسف لهذا الشيء اللي كنسمع، لان كنا قلنا لكم حنا الشركه تجي وتثق في راسها وتثق في العمال وتثق في السلطه وتثق في الساكنه، لان هاد الناس هادو كلشي كيبغيو يتساعدوا، كاملين حنا بغينا نتساعدوهم ونقيو ما يبقاوش يلعبوا علينا. الله يرضي عليكم.
ولكن حنا حاضرين بالعرض، ولكن خليونا حنا نديرو شغلنا لان كتلهيونا نتوما. انا حيبوني من البرويطانه دارولي في الكاميون، هادشي ما تلهيوناش عليها الاخوان، خصكم تصبروا. حنا كنقولوها لكم نتوما صبروا، وحنا كنديرو شغلنا، حنا راه ما كنساو حتى واحد. وباش تعرفوها حنا راه جينا حتى لليسار ومشينا حتى لزغربان وكنشوفو العالم ديال الخدمة ديالكم. وهادو كان في اليسار وصغير، انا ما عرفتش انا كيجيب العقدة، كيجيب العقدة والشحية ديالهم مازال ما جاوش، يعني مزلومين على الغش. نجيبو لنا الماتريال، نجيبو لنا المساحيق، وبينا حسن النية وتهلاو في هاد الخدامة هادو، كيما دارت أبيض صديقا، جات وعاودت عاونت هاد العمال ب 1500 درهم، الخدام فرح وتشجع وخدم، ما ولاش كيحس بالثمرة ولا بالتعب. هادو جايين بالكامل. لا ولكن ما بقاش داك التحسن بلا زي جوار، دابا ولات آلات متقدمة. ولهذا الإخوان، أنا غير بغينا نقول لكم أننا رانا ولله الحمد، العهد اللي عطيناه الإقليم والساكنة راه كنديوه، الأمور كتمشى مزيان والحمد لله. أما أنتم مازال كيقول لك أسيدي أنه الديماراج مازال كاينين في الديماراج، وحتى المدة ديال 15 يوم مازال كيحسبوها هما الديماراج. حنا اليوم عيطوا لنا اليوم كان كتبنا قاضي وكيقول انكم نطلبوا من العمال يزيدوا يصبروا معنا شويه، لان هذا الشيء اللي كان في النظر ما كانوش هما موالفين اليه، لان في المدن المغربيه اللي شفتوها المهم الله يزيد التيسير وصافي. اذا كاين شويه الصبر وتعاونوا نفس الصبر ديالكم، وحنا رانا معاكم ونزيد لكم واحد الاضافه اخرى اللي غادي نقولها لكم. راكم اللي درتوهم، راه القاعده اللي درتوهم، ما هذه ما تقدروا تقولوا هودوا، حنا غير هودوا عندكم، ما عندنا باش نصبروا عليكم. ما هذه ما تقولوا انتم سبحان الله جيو النور، حنا غادي نجيو النور ونقدموا ناس اخرين. حنا كنتمناو نلقاو الناس اللي غادي تخدم، هذا هو المهم. لان كي انت كي انا انا كنتظر من الله ديالي بحال انا كنربح بحال انا غادي ما نبقى نطلع. الى لقينا الاخوان اللي غادي يخدم كنرحبوا بهم وكنشكركم وكنقدموا الكلمه الى عزتي بلاد، وشكرا وصبحوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لغادي الاخوان. عجبني هذا التقسيم اللي كاين، وهذه الالوان وجوج الوانات والشركات والتصميم، يعني كتبانوا بانه انتم مفرقين ومشتتين، وهذا خطا بطبيعه الحال. حنا جمعناكم اليوم في هذه الكسوه باش نعطيو واحد الاشاره على اننا كنبقاو كتله واحده، قوه واحده، وخصنا واخا شي في الناظور شي في اليسار، ولكن النظر ديال الناظور كينتقل لليسار وديال اليسار كيجي للناظور. فوقاش ما عندنا شي مشكل غنناظرو هكا مجموعين، نوقفو هكا مجموعين، ونعطيو دروس هكا مجموعين. حنا ما غيفرقنا حتى شي واحد، العكس، حنا كتلة واحدة كما قلت، والحقوق ديالنا المكتسبة غتبقى حقوق مكتسبة، وأي حق حاولوا أنه يفتشوا فيه مجرد يفتشوا فيه، راه حنا غنوقفو ونديرو محطات نظرية. علاش؟ لأن هذيك الحقوق ديال العمال باقية مظلومة ومغرونة ومقرونة. وهي اللي تبلغ من هذا المنبر لكل المتدخلين في هذا القطاع، انهم يجتهدوا ويوجدوا الى بغاو يعاونونا، وكيقولوا بان هاد العمال خصهم يوقفوا معنا، احنا راه وقفنا معاهم ووفينا معاهم والتزمنا معاهم، خصهم هما دابا يلتزموا معنا ويعاونونا باش ينجحوا المحطه ديال الاتفاقيه الجماعيه، يجتهدوا عليها ويعملوا باش تكون في اقرب وقت نديروا اتفاقيه جماعيه اللي غتبين لنا الحقوق ديالنا كامله والحقوق ديال الشركه كامله، باش غيكون الاستقرار الاخر. غير نديروا الاتفاقيه الجماعيه غنكونوا مستقرين، انت ما عندك ما تديرها. فلذلك اذا استقرت الامور ودرنا اتفاقيه جماعيه، وهذا نداء الى كل المتدخلين في القطاع انهم يسرعوا باش نديروا هذه الاتفاقيه الجماعيه باش تستقر الامور ونوضعوا حد لهذه النقط السوداء اللي كاينه في هذه الاقليم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
تحية نضالية إخوان عامة ديال بلينصار وزغنغار وديال النوضو. المهم الإخوان كما تيروج على أنه راه الدراري ديال النوضو راه نساو ديال بلينصار وديال الزغنغار وراه تيفكروا غير في المصلحة ديالهم، يعني داك الكلام الخاوي راه ما منو شر. حنا راه نقسموا لكم في الدراري ديال بلينصار وديال الزغنغار، مع العلم أننا حتى حنايا راه مازال ما شفنا والو. حنا حاليا مقدمين حسن النية، مقدمينها للسلطة، وكي تنشوفوا على أنه كاين واحد شوية ديال حسن النية من الشركة ديال كازا تكنيك اللي نهار جات دارت الاستعراض ديال الآليات عيطات علينا، فتحنا معها حوار، قالوا لنا أننا نوصلوا للخدام بأنه الحقوق ديالو والمكتسبات ديالو ما عمرها غتقاس، بالعكس هما يخلينا أننا نزيدوا شوية نوعيوا الخدام ونضبطوا عليه باش نرقيو المدينة ديالنا، حيت هاد الناس هادو جاو من الدار البيضاء جاو للناظور، يعني حنا هما ولاد البلاد جاو يخدمونا حنا ويخدمو مدينتنا، وكما بلينصار وأزغنغار تاهم نفس المشكل، ولكن بلينصار وأزغنغار ما قدموش على حسن النية. أصلا كي تيبان لي من الأول ما استعرفوش بالنقابة، وغنقولها ديريكت باش ما غنكونش منافق، ولكن حنا بالفضل المكتب النقابي دار ضغوطات على الشركة، ولات دابا الشركة في تواصل مع المكتب النقابي ديال الاتحاد المغربي للشغل، يعني ولا لا كومونيكاسيون الحوار، ولكن داك الحوار ما عندنا ما نديرو به، حيت الخدام راه تياكل العصا، الخدام 20 يوم هو خدام بلا ماتيريال، ودوز ديماراش في الظلام، آليات مهترئة، نقولوها ما عندنا مناش نخافو. وتا الجودة ديال الكسوة والجودة ديال القفازة لا تبشر بالخير صراحة، بعكس ما كانت أبيضة كاين فرق كبير، هاد الشيء خصو يعرفوه المسؤولين، لأنه حنا هاد الشيء درناه على حساب المسؤولين، هما بينوا حسن النية. وكما أبشر الجميع غنقولها وبكل افتخار، على أساس السلطة كانت معنا بحوار مع المكتب النقابي، ما بنلعوش علينا البيبان، حيت حنا ملي تنمشيو تنتفاوضوا معاهم ما تنتفاوضوش باسم عطيني ولا دير لي ولا دخل لي، تنتفاوضوا باسم العمال. شنو خص العمال؟ كان عندنا مشكل في المطرودين، وكان عندنا مشكل في الدراري اللي غيدخل ولاد الخدامه. الحمد لله السلطه ربات الطلب ووعدتنا ان المطرودين غيرجعوا، الا واحد الجوج اللي عندهم موتيف كراف، هذوك حنا اصلا ما عندنا ما نديرو لهم، ولكن المظلومين كلهم غيرجعوا باذن الله. يعني كاين استبشار بانه السلطه راه معانا في الخدمه، راه خدامه معانا، ولكن شركه اس ويس وشركه كازا تكنيك خصهم يديروا معانا شي حل، خصهم يديروا اقرب وقت يشوفوا شي حل باش يتسرعوا نديروا داك السلم الاجتماعي، باش نقولوا للخدام شنو عنده، باش يعرف الخدام الشركة شنو عندها، باش ما نبقاوش نطيحوا في أخطاء. أما بالنسبة للوقت الدراري، حنا راه شفنا نهار داروا الديمارة شفنا بأنه الشركة عندها 7 سوايع فين ما نمشيو نخدموا، بغاو يديروا بالليل ولا بالنهار حنا ما عندناش المشكل، حيت حنا راه خدامين مدينتنا، وحيت حنا أصلا متأكدين بأنه دازوا شركات عالمية منه وما سلكش داك السيستيم. هاد السيستيم باش خدامين دابا وبهاد الاليات اللي كاينين نقدروا نزيدوا لقدام، ولكن هما بغاو يجربوا، حنا ماشي هما الفاترونا، حنا كنقابه تنحميو الحقوق ديال العمال ونوفروا لكم يعني شروط الخدمه المناسبه باش تخدموا في خاطركم. لذلك ديك الهضره اللي تطروج كلها راه ما منها والو الخوت، والله ما منها شي حاجه، والله غرام ديال الغش ما كاين، اقسم بالله ما كاين شي واحد من الدراري مستفد شي حاجه من غير الخدام. حنا راه ما يمكنناش نديروا الضغط الهائل على الشركه وعلى السلطه، حيت راه الا عاد باديه ما نقدروا، الا عاد درنا تغيير، راه الا امنا بالتغيير راه هذا هو التغيير، ما نسمحش في المكتسبات ديالنا، انا ما نقولكش سمح فيها، ولكن شروط العمل خصنا نلبيو الطلب ديالنا لا للمدينه لا للشركه. والسلام. السلام عليكم. شكرا اخوان، انا اللي بغينا نضيف لكم، غادي نخليو التدخلات ديالكم
الاخر غادي نقدم الكلمه للسي مساوي. السلام عليكم الاخوان. عندنا الدائره نقول هنا ولكن نزيدوا ونهضروا على الشركه ديالنا بنصار والزمغان اس او اس. المشكل الاول اخوت كما كتعلموا ديال الترونسبور ديال الماء اليوم 20 يوم وما كاينش الحل ديال الترونسبور. الشركه مصرها بلي ما عندهاش ترونسبور وعندها غير البريم ديال الترونسبور، وحنا هذا مكتسب خط احمر يجيبوا لنا ترونسبور ونخدموا، والحمد لله مازال عندنا ترونسبور كنديوكم منه وكنجيبكم 20 يوم. وهذا العبد الضعيف كيخدم مع الفجر وكيخدم مع نص النهار وكيخدم بالليل، ولكن علاش باش نصبروا؟ علاش درنا السلطه او الجروكمو هو اللي قال لنا هذا الشيء باش نمشيو حتى يلقاو الحل، حتى يلقاو الحل لهذا النقل ديالكم. وكنوعدكم هذا الحق ما نفرطوش فيه الخوت، يجيبوا لنا ترونسبور. هما اللي جاوا عندنا ولقاونا عند ترونسبور ولقاو عندنا البريم ديال ترونسبور بجوج، خصو يديروه ويوفروه. المشكل ديالهم ما بين الجروبمون والشركه هذا الشيء شغلهم، حنا بغينا ترونسبور وخصهم يديروا هذا الحال في اقرب الاجل. اما على لي كونطرا ديال العمال الجداد كما قال السي محمد، حتى هذا مكتسب. الخدام 3 سنين هو خدام، وتفاجئنا اليوم عطاونا الكونترات فيها 6 شهور بحال اللي بدا من جديد، هو 3 سنين وهو خدام. هذا غير معقول. خصنا هاد الخدمه ديالنا خوتنا خدموا معانا 3 سنين، واللي يخدم عامين خصو يستافد بحالو بحالنا، حتى هو عنده الاقدميه في الحقيقه. مادام 3 سنين خدم، 3 سنين خدم ومعترفت به الجروبمو ومعترفت به الشركه القديمه، خصو يترسم بحالو بحالنا. وشكرا. شكرا اخوان، كنشكركم على الحضور ديالكم، والان غادي نفتحوا التدخلات ديال العمال. اللي عنده شي تدخل، اللي عنده شي تدخل ارفع صبعك، اللي عنده شي تدخل ارفع صبعك. اذا راكم مزيانين ولله الحمد، ما كاينش تدخلات، ما كاينش مشاكل، عادي بلاش. تفضل عادي. كاين شي تدخل اخر؟ واخا ما كاينش تدخل، واخا. اذا اخوان باش نقول لكم على العطل الصيفيه ديال الناس المتاتون، غادي توصلوا بها ان شاء الله الشهر المقبل، لان عيطنا لهم ووعدونا انه في الشهر المقبل ان شاء الله غادي يصفيو معكم داكشي اللي كيسالكم او كتسالو لهم. يعني التصفيه غادي تكون الشهر الجاي ان شاء الله من ناحيه المؤقت. اما من ناحيه الناس الرسميين وعدونا ان شاء الله، لان غادي تشدوا الفلوس ديالكم غدا او بعد غدا بحول الله وقلتكم. يعني كاين ثلاث او اربعه بحول الله، كاين حتى شي مشكل، حنا نزيدو لهم حتى الخميس غير يكون خير ان شاء الله. يعني في هاد الايام غادي تخلصوا ان شاء الله وتكون مزيان. ولهذا كنشكركم وكنشكركم لانكم خدمتوا في الصباح وجيتوا في العشيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شتي تدخل صحابي؟ شتي تدخل؟ التدخل ما كاين نقول والو، عندي معاك التليفون عطوه لهاد الصحابة. شتي معاك التليفون؟ ها هو 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 ها هو
اخر لحظات ديال لا خاصني نعطي هنا جوج ديك السوات دوبلي واحد ديال دوبلي عام ونخدم انا واحد القادر في الخلع ومع ذلك البطولات ديال سعاد بن عامر وديال السي حسن المطهر اللي من هذا المنبر ديال شوف تي في توصلوا له واحد الرساله ديال الشكر خاصة حيت هو الرجل المناسب اللي عينو سعادة العامل باش يكون معنا في هذا المشروع حيت الصراحة تنعترفوا بأننا درنا عليه الترهيب ومع ذلك فتح لينا القلب ديالو والأذن ديالو كان صاغية باش يسمع لينا باش يوصل لينا النداء ديالنا لسعادة العامل من هذا المنبر تنطلبوا من سعادة العامل كي تلقانا حنايا ما خيبناش الامل ديالنا في الخدمه حتى هو ما يخيب ليناش الامل ديالنا يجيبوا لنا الحقوق ديالنا المكتسبات ديالنا كلها وحنا رانا ديما فوق الراس والعين باش نحميو هذه المدينه اللي هي ديالنا والموطن ديالنا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا واحد من العمال شركتين ايضا متميزتين فيهما اكثر من دلاله كبير على انهم قوه واحده في محافظتهم على حقوقهم المستجده وايضا رساله واضحه الى جل المتفكرين على ان هذه الشريحة العمالية يجب الوقوف بجانبها من أجل استرداد حقوقها ومن أجل العمل على عقد اتفاقية جماعية تضمن حقوق العمال من جهة وحقوق الشركة من جهة لكي يكون هناك استقرار ويكون هناك سلم اجتماعي يجعل من العمل ومن تجويد العمل ويجعل أو هاجس المدينة فوق كل اعتبار. شي عامل بغا يدير شي كلمة ما كاين حتى شي واحد اقصى شي عامل يكون لابس كسوة يكون لابس كسوة هاك شي واحد اروح الكلمة اروح غير شي واحد يكون لابس مرحبا خويا رجع الله المشاكل اللي عندكم داكشي غير بسال دقيقة ولا ما كملاش المشاكل اللي عندكم ديروا كتبوا السلام عليكم انا عامل في هذه الشركة هذه السلام عليكم نعطيك الانطلاقة مازال عاد وبدا في المشاكل اللي تستنى نعطيك الانطلاقة وبدا السلام عليكم انا عامل من الاخوة ديالي ديال كازا تكنيك عندنا مشكل هو سيوفرونا السيارة ديال النقل ما عندناش كيديونا بلاصة بعيدة هنا يحترمونا حنايا كنطفوا المدينة خصهم يشوفوا فينا حنا التفاتة والسلطة وكل شيء مساعدة العامل كل شيء حنا بغينا الشركة تهلا فينا ديرنا المكتسبات اللي كنبغيو ما عندكمش ترونسبور؟ شي مرة كيديونا بعاد ما كيوصلوناش إما ركب في تاكسي ولا نجي على رجلي ترونسبور والو؟ والو شحال من يوم دابا ترونسبور والو؟ من نهار بدات ما كاينش ترونسبور حنا خدامين في الماكس
انا بغينا يعطيونا الحق ديالنا. كنطلبوا من السلطه المحليه تلتفت لي. شكرا 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 لك. إذا يمكن تشوف الإخوان كنا دائما في هذا اللقاء ديال عمال النظافة هنايا في مدينة النظر اللي عندهم مجموعة من المشاكل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.